السلام عليكم، كي دايرين؟ استسمح بعدا اول حاجه اني تاخرت نحط لكم لا فيديو. اليوم عندنا كلاص ماغنوم بالكراميل، شوفوا معايا تقطع كيبان لكم الكراميل هابط معاها. هذا هو السكري في الفيديو، واحد الكلاص واعر بزاف، تجاري، وصفه تجاريه، وفي نفس الوقت بالنسبه للناس اللي باغيين يصايبوه في ديورهم. تابعوا معايا الفيديو مزيان ومرحبا بكم. اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو بغيت نقول لكم بان ليمو تاع الكلاص سيليكون راه كيتباع عندنا في المتجر ديالنا بفشكان. عندنا ثلاثه ديال لي باك سيليكون، فري سيليكون، حاجه كاليتي مزيانه وواعره تبارك الله، وكل باك فيه 12 يخرج 12 تاع الكلاص. هنا الباك صغير، هذا كلاص صغير، يعني بنادم اللي غيبيعو ب 10 ريال ولا هذا، هذا الكلاص هذا يصلح له، هذا المول، هذا مول كاليتي، تيخرج 8 زائد 8 16 كلاص، زائد هاد الخشبات هادو الجودة العالية تاع الخشب، حيت الخشب راه فيه جوج جودات في السوق. هاد الباك هذا ب 220 درهم، تيخرج 16 كلاص تبارك الله، سيليكون ما عمرو يخسر، ما عمرو يتقطع، ما عمرو كيما كيبقى كيما هو. شوفوا معايا هاد الخشب هذا اللي كيجي مع الباك، كيجي مع جوج خشوبة، شوفوا معايا الكاليتي العادية والكاليتي سوبر كاليتي، هانتوما معايا جوج تاع 16 مع جوج باكيات تاع الخشب. 50 تقريبا 50 تيكون في الباكية، 25 25. شوفوا معايا هنا الكبير، بالنسبة للناس اللي باغيين يبيعوا ب 3 درهم 4 درهم 5 درهم 10 درهم، هذا الكبير بحال ماغنوم، نفس الحجم تاع ماغنوم، كيجيو في ربعة تاع ليمول بالغلاقات ديالهم، هادو هاد ليمول كيجيو بالغلاقات ديالهم. الثمن ديال هاد الباك تا هو 220 درهم، كيجي تا هو مع الخشبات، جوج باكيات تاع الخشب. اللي بغى شي حاجة يتواصل معنا على هاد. أخيرا ليمول مويان، تعرفنا الصغار الكبار، دابا هادو مويه فيهم ثلاثة تاع الربعة، يعني كيخرجوا 12 كلاص، تا هما كيجيو بالخشب عادي والخشب ملون، باكية باكية، 220 درهم. اللي بغى شي حاجة يتواصل معنا على هذا الرقم اللي كيبان في الشاشة، ومرحبا بالجميع. أول حاجة إن شاء الله غادي نصايبو واحد الباز تاع الكلاص اللي هو كريم أونجليز سامبل، فيه نسيترو تاع الحليب، نقدروا نديرو بلاصة الحليب هاكا تاع الخنشة، نديرو الحليب ونيدو، الماء ونيدو. عندنا واحد 80 غرام تاع السكر، اي ما يعادل 4 معالق كبار سكر. عندنا 3 ديال صفار البيض، ردوا معايا البال، 3 ديال صفار البيض ان شاء الله، او زائد واخر حاجه جوج ياغورتات، ياغورت يكون من الاحسن، من الاحسن يكون طبيعي بدون نكهه، الا كان كريمي ديروا كريمي. هنا هاد الياغورت هذا نقدروا نعوضوه بالكريم شونتيي، ولكن الكريم شونتيي تيجي غالي، من الاحسن الياغورت. ردوا معايا البال شنو غادي ندير باذن الله. في كاسرونه كنديروا الحليب زائد السكر زائد صفار البيض، وغنديوهم يغلاو يوصلوا درجه الحراره الغليان اللي هي 80. مرحبا. طبعا كنخلطوا الخليط ديالنا مزيان حتى يغبر البيض، ما يبقاش يبان صفار البيض، وكنديوه الياغورت هو الاخر اللي نضيفوه. وامتى كنضيفوه؟ في الكريم اونغليز تا تيبرد شويه، المهم هاد المكونات زدت شويه فاني باش نقتل لوغو تاع البيض، واخا البيض ما يعطيش لوغو مع الكراميل وداكشي، اي غبر ما يبقاش لوغو تاع البيض اصلا ما يكونش، غير واحد النقيط تاع الفاني بالعاني باش نبين للناس اللي باغين، يعني اللي كيخافوا من البيض. هانتوما معايا كنميكسي مزيان بالفويه ديالي حتى ما كيبقاوش يبانوا لي لي غران تاع البيض تاع بيض تاع صفار البيض. كنديوها فوق الفرن وكنبداو نطيبو فيها تتوصل درجة الحرارة كما قلت لكم، يبدا يغلى بحال الحليب يفيض. مهم ما نخليوهش حتى يفيض، غير يبدا يبان لنا كيكشكش من الجناب، يعني بحال لا باغي يطلع كنطفيو عليه، هكا كنستابليو الكريم اونغليز ديالنا. طفينا عليه، غنخويو في واحد الباتينة ونخليوه يبرد، عاد نضيفو عليه الياغورت. ردو معايا شنو تنقول، تنخليوه ان شاء الله حتى يبرد، يطلق السخون، ما يبقاش سخون، الا ضفنا عليه الياغورت غيطلق الماء، وغنلقاو لي بول تاع الماء في الكلاص ديالنا. شوفوا معايا دابا نصايبوا الكراميل. دابا ان شاء الله غادي نصايبوا الكراميل. عندنا 300 غرام ديال السكر، اي ما يعادل 15 معلقه كبيره عامره سكر. عندنا الماء، نص تاع الماء، الكميه تاع السكر اللي غنديروا نديروا النص ديالها ديال السكر، النص ديالها ديال الماء، 150 غرام تاع الماء، اي ما يعادل نص كاس تقريبا ديال الماء، يفوت النص شويه. عندنا 200 غرام ديال عندنا واحد ربع كاس ديال الحليب، وعندنا ايضا 150 غرام ديال الزبده، يعني واحد شويه ديال الزبده. الزبده نقول لكم 150 غرام
نقدر نقول لكم ما تحتاجوا كاع تعبروها، تلوحوا واحد جوج موصولات ولا هذا باش تخلي الكراميل ديالكم يكون غش. ها نتوما كنديروا الماء السكر كنديوهم يطيبوا بوحدهم، ما نضيفوا لا زبده لا حليب حاليا، حتى يطيب ان شاء الله السكر ديالي يولي كراميل. غير كنحركوا هكا بلا خشبه بلا والو، وكنحطوا فوق الفرن ونبدا نخليه يطيب ان شاء الله بشويه بشويه. ها نتوما الكراميل ديالنا ولا كيتبدل اللون ديالو، انا كنحركو شويه بالفوي وهكا. ها نتوما شوفوا معايا مع غيولي اللون ديالو ذهبي كما تشوفوا هنا، شوفوا معايا ولي اللون ديالو ذهبي. غادي نضيف الحليب، لوقيت اللي تضيفوا الحليب غيبدا يطلع ليكم، بقاو تحركوا دغيا دغيا بسرعه بالفوي حيت غيبدا يطلع ليكم. ما تخافوا ما تدهشوا، خليكم ثابتين. كنضيفوا الحليب مره اخرى، ها هو بدا غيبدا ثاني يطلع، وغنبدا انا نحركه بسرعه وهو غيهبط مباشره. ان فوا يوقع التفاعل تهبط، غير الا خفتي وتخلعتي غيتخوالك، ديك الساعه انت بقى تحرك غير بسرعه فاش تخوي الحليب. كنطفي على الكراميل ديالي ملي ضفت الحليب مباشره وهو مازال مازال سخون مازال هذا، كنضيفوا عليه واحد جوج مرصوات تاع الزبده اولا الكميه اللي قلت. انا كنفضل انكم تضيفوا غير واحد 100 غرام تاع الزبده من الاحسن، وكنميكسيو هذا الخليط مزيان هكا. وها حنا حصلنا على الكراميل ديالنا، الزبده مباشره غتذوب. غنخليو هذا الخليط هذا حتى هو غنضيفو على الخليط الاولاني تاع الكريم اونغليز اللي غيكون دابا طلاق سخونيه. ها هو الكريم اونغليز ديالي مازال نتسلو الياغورت، كنضيف عليها اول ما حاجه كنضيف عليه الكراميل. شوفوا معايا كنضيف الكراميل شويه بشويه، الكميه كامله تاع الكراميل غنضيفها كامله. ردوا معايا البال، هاد الكلاص باش زوين الكراميل اولا كيشد راسو، ويعني هاد الكلاص هذا تقريبا دغيا دغيا غيشد راسو دغيا دغيا بسرعه، ماشي بحال الكلاص تاع الشوكولات بحالو بحال ديال الشوكولات هذا الاخرى مثلا بحال الفريج داكشي اتوحل شويه، هذا لا هذا دغيا دغيا تكونجلا. ردوا معايا البال، انا كنضيف الكراميل شويه بشويه، خليت شويه تاع الكراميل ما ضفتوش. امتى غنضيفو؟ بعد ما نضيف الياغورت. علاش داك النص؟ ها ركزوا معايا على السر هنا. ملي غنضيف الياغورت هذا غتلقى الكريم اونغليز ديالي، غنخليه بعدا الكريم اونغليز ديالي هو الاول يبرد، ملي ضفت له الكراميل راه سخن ثاني، غنخليه هو الاول يبرد عاد نضيف له الياغورت، ومن مور الياغورت غنضيف له الكراميل مره اخرى. داك الكراميل غيكون شد راسو شويه، ملي غنضيفو غيكون على شكل ديبول وسط الكلاص ديالنا، وفي المذاق وفي التقطاع داك دوك ليبول غيمشيو كاملين غيهبطوا لتحت تاع المول، فهمتوا؟ غيهبطوا لتحت تاع الكلاص ديالنا، وملي غادي يبدا يذوب غيذوبوا دوك هذا، وغيجي بحال لا مغلف بحال لا خشيتيه في الكراميل هو الاول عاد خشيتيه في الشوكولا، فهمتوا؟ ها نتوما بالنسبه لي متاع السيليكون ديالي كنوجدهم، شنو كندير؟ كنخشي هذا. ردوا معايا شنو كندير؟ الصبع ديالي ديما جهه ديك الثقبه باش نشدو مزيان وما يتقطعش السيليكون هنا. الا جهلنا نقدروا نقطعوه، يعني خصنا شويه بشويه نخشيو الخشبه غير شويه بشويه حتى تدخل. ردوا معايا البال مزيان شنو كنقول لكم هنا. ها نتوما دخلنا الخشبات ديالنا، كتشوفوهم في واحد الطاوه مسطحه مقاده، عاد نعمروهم حيت الا عمرتيهم فوق طبلة خصك تهزهم، الا هزيتيهم غيولي لاباري تخوالك من جناب لجناب. لا خصك دائما دير الخشبه مباشره هكا، وتاخذ المول ديالك تحطو في البلاطو، داك البلاطو تهزو مباشره انت فاش تعمرو تديه الكونجيلاتور. اهم حاجه كنوصيكم عليها الكونجيلاتور تكون كونجليه مزيان باش دغيا دغيا تكونجلا، راه 5 السوايع كافيه عادي تكونجلا، الا قفرها 10 السوايع بنادم اللي عنده كونجيلاتور عيانه. ردوا معايا البال، كندير لي مول دائما، كنحط صباعي في المول عاد كنخشي الخشبه، حيت الا جاب الله خشيتها بالقوه وبالجهد وخربقت نقدر نقطعها. نصيحه بالنسبه للناس اللي غايشريو لي مول، ردوا البال لهذا البلان هذا. ها نتوما هاد لي مول هادو راه كيتباع عندنا في المتجر، هاد الرقم التليفون اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا مرحبا. ها نتوما هنا باش زوينين لي مول تاع السيليكون مخاطب ديال البلاستيك عمليين اكثر، زائد انهم يعني ما كيشدوش لي سباس، يعني تقدر تعمر بزاف غير في دارك، تخدمي غير في الدار صايبي لي كلاص وتبداي تبيعهم. غير كونجيلاتور تهزلك بزاف، غير ديك الكونجيلاتور الصغيره اللي كتجي مع الثلاجه راه تهزلك بزاف تاع الليمو تاع السيليكون عامرين بالكلاص. خاصها الترتيب ديالهم كيما هكا واحد فوق واحد وبيناتهم امبلا اولا يتستفوا، وغير تكونجلاو شويه تحط فيهم وتحطوا عليهم وحدين اخرين تالي، وهكذا وهي غادا القضيه. هانتوما شوفوا معايا هنا كما كتشوفوا الكريم اونغليز ديالي مع الكراميل بردو، غنضيف عليهم الياغورت اللي قلت لكم من الاحسن يكون طبيعي ما
باش الكراميل مذاك تاع الكراميل نلقاو في الكلاص ديالنا. فاش يقول لك بنادم عطيني كلاص تاع الكراميل يدوخ الكراميل في الكلاص، عكس اغلب الكلاص اللي كتاكلهم في الزنقه تلقى الكراميل مكتوب ولكن ما كاينش، ما كتحسش به. كنضيفوا الياغورت ديالنا، جوج ياغورتات كما قلت لكم في الاول، كنخلط الخليط ديالي مزيان ان شاء الله بحال هكا. وهنا نسيت ما صورت لكم اللقطه فاش ضفت له الباقي تاع الكراميل، راه فيه لي بول صغارين تاع الكراميل غير ما كيبانوش. هنا ملي غنخوي في ليمون شنو غيدير دوك لي بول الصغار؟ راه يبطل لتحت وغيجي مغلف، غيجي بحال مغلف بالكراميل لتحت. سبحان الله العظيم، هذا ان سوكري خطير بزاف، ردوا معايا البال. ونجيدكم واحد الحاجه على بالكم، باش ما كنضيفوا الياغورت باش ما كيجي كريمو. يعني مثلا نقدروا نقصوا نديروا غير ياغورت واحد وما يجيش كريمو بزاف، درنا جوج ياغورتات للنص سيترو راه كافيه. هذا مثلا الا بعتيه بخمسة درهم، 75 درهم هذيك، راه الغوسيت ما طلعت حتى ب 10 درهم. تخيل معايا كتبيعو ب 10 درهم 150 درهم هذيك، يعني كيخرج 15 ياغورت 15 كلاص تبارك الله. 75 درهم طالعه ب 10 درهم، خمسة تربح فيها 60 درهم تربح ديالك. الا بعتي غير 15، ديك 15 اللي صايبتي. الليمون اللي كنبيع انا راه فيهم 12 في الباك، كل باك تيخرج لك 12 كلاص. اللي بغى شي حاجه تواصل معنا على هذا الرقم هذا. مرحبا. ها انتم بعد ما دازت 5 السوايع الكلاص ديالنا تكونجلا مزيان، شوفوا معايا مزيان تبارك الله. ها لي مود سيليكون باش زوينين، عمليا كسر من ديال البلاستيك. البلاستيك كدوز في الماء وكيدوب لك، الا بغيتي تومبالي غيولي ديك لومبالاج توسخ بالكلاص. لا هذا لا، هذا مع تخرجوا مع تغلفوا باللي بغيت ولا ديروا كاع في الباك ديريكس تحطوا، ما يتوسخ ما والو. هنا الشوكولا، الشوكولا ذوبتها انا نقول لكم شنو في الغلاف تاع الشوكولا. شوكولا سكري عاديه، درت لها شويه شوكولا بنينه، الشوكولا اللي كناكلو كوفيتور اولا شوكولا، المهم اللي عزيز عليك تضيف لها شويه. مثلا التجاري ما ديرهاش، دير غير شوكولا سكري. خشي الكلاص ديالك خرجو وسوسو مزيان باش تجي تبقى رقيقه مباشره. شوف راه مازال هازو في يديك قصح قصح ديك الشوكولا مع الكلاص، شاد البروده مزيان، دغيا كتاثر على الشوكولا وكتكونجلا. شوفوا معايا كنحطو في البلاطو، البلاطو يكون فيه واحد الورقه، حيت الا حطيتيه مباشره فوق هذا، الا كانت غير شوكولا مازال ما بردتش غتلصق لك في اي حاجه من غير الكاغيط، ما كتلصقش فيها شوكولا. ردوا معايا البال شنو كندير، كنخشي الكلاص ديالي في الشوكولا، كنخرجها كنسوسو مزيان باش تبقى رقيقه، كنشدو بيدي واحد شويه غير جوج دقائق ولا ما فايتت حتى دقيقه، هانتوما شوفوا معايا، وكنحطو فوق الطاوة اللي فيها الكاغيط باش حتى الا ما تكونجلاتش، الا ما شداتش الشوكولا مزيان راسها راه تشدها فوق الكاغيط وما تلصقش لك، فهمتي؟ فهمت معايا باش شنو تنقول. واخر حاجه الله يرحم لكم الوالدين، بالنسبه للشوكولا، الشوكولا ديالكم ضيفوا لها شويه زيت، هذا ان سكري واحد اخر. علاش زيت؟ باش تجي خفيفه الشوكولا، تجي شويه خفيفه ما تجيش قاسحه. الشوكولا الا كانت قاسحه غتخشي الشوكولا تهز لك يعني واحد الكيلو تاع الشوكولا، يعني تجي تبقى غليظه. الشوكولا كنزيدوا لها شويه زيت، كل واحد مثلا نقول هذا الغراف هذا انا زدت له شي نص كاس تاع الزيت، نص كاس حتى كاس قل ربع، يعني تبارك الله. ولكن باش تجي خفيفه انت كتبقى تضيف الزيت وكتخلط حتى كيبان لك الشوكولا ديالك هكا اللي كيبان لك في الفيديو، يعني خفيفه ماشي ثقيله ثاني بزاف وريزونابل. حيت الا جات ثاني خفيفه بزاف غتخشي الكلاص تخوالك كامله، غيولي يبان لك الداخل تاع الكلاص. حنا خصها تلصق وتجي مفينيه كيما هكا، فهمتي؟ هنا الكوزينه عندي سخونه وبقى على برا، داكشي علاش بدا كيدوب داكشي لداخل، والشوكولا ما جا شويه شاد راسها وتلخت شويه ديال الماء. يعني هنا مشكله تاع الطومبيراتور ديال الكوزينه ديالي، اما الكلاص راه ما شاء الله اللهم بارك. نتمنى يعجبكم، ما تنساوش لايك بارطاجيو، وكما ديما شكرا لكم بزاف، تبارك الله عليكم، بسلامه.